آلي أطلقته إدارة الشؤون المالية بهيئة الصحة بدبي، وذلك بعد النجاح التي حققته الإدارة المالية في إطلاق مبادرة مالية بلا أوراق في أكتوبر 2017، وهو مواكبة لاستراتيجية إمارة دبي إمارة بلا أوراق 2021. وتم إطلاق مساعد اليوم ليواكب استراتيجية الذكاء الاصطناعي في الإمارات لعام 2031. مميزات النظام: تطبيق لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، تطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية 2021، رفع مستوى رضا المتعاملين، تقليل التكلفة، اختصار الوقت، تسهيل عملية التواصل. التدخلات الجراحية في عملية تبديل مفصل الركبة معدودة على أصابع، وأكثرها انتشاراً هي العملية التقليدية التي يقوم بها الجراح بقطع الوتر الأساسي للركبة، والمعروف أن بعد هذه العملية المريض يعاني من آلام شديدة، صعوبة في الحركة، وفترة إعادة تأهيل طويلة جداً. التقنية التي نستخدمها وحصلت على براءة اختراع مسجلة في الولايات المتحدة وفي الخليج تحافظ على جميع العضلات والأوتار اللي حوالين الركبة، ولذلك من خلال هذه العملية بالإضافة إلى برنامج متخصص باستطاعة المريض أن يمشي باستقلالية وبأريحية بعد ساعة من العملية، ولذلك يصرف بعد ساعات قليلة من العملية ويرجع لحياته الطبيعية بعد فترة وجيزة. تقنية الطبيب الذكي هي تقنية فريدة من نوعها، تعتمد على التطبب عن بعد. المريض يدخل عيادة مصغرة ويقدر من خلال تواجده في هذه العيادة أنه يحصل على استشارة طبية بالإضافة لوصفة طبية في خلال دقائق بس. يدخل المريض العيادة هذه، يتواصل مع الدكتور عن طريق شاشة التطبب عن بعد المتوفرة في العيادة هذه. العيادة هذه مزودة بكافة الأدوات اللازمة لعمل الفحوصات الأولية، وفي شخص يكون متواجد مع المريض في العيادة هذه يساعد المريض عشان يقدر يسوي التحاليل والفحوصات اللازمة. النظام الإدراكي للإنذار المبكر والاستجابة للأمراض السارية إحدى مشاريع مبادرة دبي 10X للنسخة الثانية. النظام هو عبارة عن شبكة متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي للإنذار المبكر والتنبؤ في حال وجود أي أمراض معدية تسبب الخطر لإمارة دبي، ويقوم بإصدار التقارير الداعمة للاستجابة لمواجهة الأمراض. شركاء المشروع هم بلدية دبي، مطارات دبي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمناطق المحلية.